العرق متاع الفيضان نهاية العرق كل المعلمين فهي معلش نجيبوا هذا الاثنين اللي قسم نية تحت ناخذ انا جرام بوستر أول حاجة جرام بوستر تكلمنا عليها كانت لما تكلمنا عن كوكاي ستاف لوف سكريبتو السلام عليكم ستاف تحب سكريبتو هذه الكوكاي بتاعنا لما قلنا جرام بوستر بس اللايك قلنا A B C D L أعطينا أمس البسلس وأعطينا معها دكتور العزيز كوليستيريل البي و سي اليوم بنتكلم دكتور العزيز بكل بساطة سلاسل على البكتيريات اللي فضلوا دكتور العزيز معلش اللي فضلت الدي طبعا هي البكتيريا لكن احنا نكتبوا فيها كورنيو حبيبي يا عمري كوفو بكتيريوم ديفتيريا وعندنا رائعة جميلة الثانية دكتور العزيز اللي هي اسمها في اللغة الطبية ليستيريا وعندنا ما زال بنقارنهم ببعضهم اللي هم الاكتينومايسيس والنيوكارديا يعني كويس اسمعني لسه ما خافش منهم رغم ما زال نفس الصبورة بينهم اللي بعدها اكتينومايسيس اند نيوكارديا بيبدأ لنا هيك الجرام بوزد الدكتور العزيز بس الله يبدو تم مغرب وعرفت ما هي تضربها وتضربها مش تكون هي درجه وسيله وتمشي اللي بعدها هذا الجرام نيجا الجرام دم غادي لان بدنا نديروا الموجه الاول كامل اليوم خذوا الموجه الثانيه بتاعت البيتا الاخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باذن الله يجي تنزيل احسن دكاتره الفرق ما بيناتهم سهل وبسيط دائما انا لما جيت اتكلم عن كورني بكتيريا بكتيريا اند ليستيريا دكتور العزيز فوي شود ريمبر ذا فولوينج فهذه دكتور العزيز بكل بساطه سلاسه كلب شيب تطلع في شكل Y و V هذه دكتور العزيز بكل بساطة سلاسة حبيبي ولدي لما نتكلم عليها لازم تفكروا ما هي جرام بوزيتيف شنو يا دكتور العزيز بس اللاين هذه دكتور العزيز لما نتكلم عليها بكل بساطة سلاسة تفكروا ما هي فاكيوليتيفلي ايروبيك ولا انايروبيك انايروبيك فاكيوليتيفلي انايروبس فاكيوليتيفلي شنو انايروبس فاكيوليتيفلي دكتور العزيز معلش من فضلك الله يبارك فيك أنا روبس باي معلش دكتور معلش الله يبارك فيك ويسترك مازال في نقطة ثالثة أو رابعة مهمة متايل ولا نون متايل تقدم النظر خصوص حاجات في النص نون كابسوليتد ونون متايل العادة تستطيع أن تبقى لفترة طويلة بدون تغذية لأن عندها الجراف الفولاتنس اللي هو ميتا كروماتيك جرانيولز اللي حجمهم 600 نانومتر اللي موجودات داخلها اللي تخزن فيهم الليبد والجلايكوجين وغيره هذه من الحاجات اللي تخلينا نتعرفوا عليها راهو في الميكروسكوبك بيكتشر دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة اللي مش اسمه الدكتور العزيز معلش لو سمحت الله يبارك فيه ميتا كروماتيك جرانيولز يومنا بالسنشن فور لايف دكتور العزيز اللي ما نعرفوه باسم شنو؟ فولتنس ما تخافش منها بكره دكتور العزيز العاده لما نتكلم عليها فبنفكر ان هي عندها فور سبيشيز هذيك في منها 10 سبيشيز هذيك في منها قداش دكتور العزيز هي 10 سبيشيز واهمهم دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه ليستيريا مونو سايكوجين بالنسبه للنملة هذه في منها فور سبيشيز اللي هي الوحيده راهو اللي الريزرفوار بتاعها لهيومن واللي هي باثوجينيك لهيومن هي الكورني بكتيريوم شنو ديفتيريا ما تنساهاش اللي هم سبيشيز بتاعها دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه بالفانتي مش نبدو شطبنا كل شيء باذن الله انترميديوس الله عليكم الله جريفز دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه حبيبي ولدي ومساله الاخيره دكتور العزيز اللي هي شنو هي من فضلك لو سمحت شو تاني من غير بالفانتي والانترميديتس والجريس؟ مايتس اللي هي كتبتها الكلية باللون داك شو اسمها يا دكتور العزيز معلش نكتبها زي مين؟ مايس هذه أنواع دكتور العزيز بكل بساطة وسلاسة الجميلة اللي هي اسمها كورني بكتيريا بكتيريا تمام دكتور معلش من فضلك الميتا كروماتيك جرانيولز الفولاتنس شخصهم اين شخصهم بالمعمل نشوفهم في الميكروسكوب نعم كابسوليتد ونون شيني متاعي عفوا لك ترى بنطلعنا بالك قبل ما نتكلم عن ديسيزز قبل ما نقول واحده شنو فيها مش نتكلم ما نجي نضربوها ونمشي ولا نفتح كذا نفكر فيها نتعالج دكتور الليله هذه بكل بساطه وسلاسه حبيبي ولدي اللي هي الاستيريا مونوسايتش في العاده دكتور العزيز ما نقدرش نقول عليها كلاب شيب في العاده يقولوا لها كوكو بس اللاي شني كوكو شني بس اللاي باي دكتور في العاده العيله هذه جرت العاده ان هي تبننا في كل بساطه وسلاسه في شكل سنجل باور بيرز او دكتور العزيز تشين في
فما نقدرش نميزها على شكون يومون مهمه يا تو هذا شنو طلع شكلها قلت لي بكري طلب شيء خلاص فار هواي يومي ولكن هذه ما طلعت شكي ما طلعتش بس اللاي بس شنو طلعت كوكو بس اللاي وفي العاده دكتور عزيز ممكن تكون سنجل الارنجمنت بتاعها اند هيا تشين اند دب دبلو كوكاي ودبلو دكتور عزيز بكل بساطه وسلاسه كوكو بس اللاي دكاترة معلش من فضلكم هذه كانت فاكينته اللي انا هروح سؤالي الصوص يا رب شو تاني تفكرت انا بس بقى كويس اعطيت انا ما صارت على بيتي هذه من المونتاج من الكبسولات لا هذه دكتور ما لسه ما في فيها الكلمه مونتاج ومونتاج بالحركه المشهوره اللي اسمها تامبلينج موفمنت والتامبلينج موفمنت تصير على الاستيريا ات روم تمبريتشر احسن درجه حراره تحرك فيها 25 سيلس و 25 احسن من 37 سيلس بقى البكتيريا هذه دكتور العزيز تتحمل الهاي سولت كونسنتريشن وفي العاده نقول ان هي دروب ات هاي سولت كونسنتريشن اللي هو معناها فوق 20-30% معناها هالو فيلك ولا اكستريم هالو اكستريم هالو فيلك ما هو 20 ما قال لك هاي ما قال لكش مين ما ديك بتاع 10-15 دقيقه اسمها هالو فيلك لكن لما نقول لك 20-30% معناها اكستريم هالو فيلك كويسين ما شاء الله عليكم زي العسل وراقيين جدا دكتور العزيز معلش من فضلك لو سمحت الله يبارك فيك ويسرك وانا كثر من ذلك كم صادق كيف اعطيتك ميكرو واحده لكم؟ بالنسبه لهالفريق بقى كويس ما زال تنمو في تمبرتشر عندها وايد رينج من 1 إلى 45 ما تلاحظوا في الامتحان انا هنا اتكلم عن جروث وهنا اتكلم عن موتيلتي قصدي مش نبدو 40 مع بعض دكاتره معلش هنا عندها ميتا كروماتيك جرانيولز دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه الاستيريا عندها حاجات غريبه كثير تو نبيك تركز معي بس بوش زعل الاستيريا دكتور العزيز غريبه شويه طبعا انت تو بتتكلم كيف تدير كل واحده منهم فايروس عدائيه مش تدير ديزيز يعني باثوجينيسيس فحبيبي ودي نبيك تركز لي هنا هيك طبعا نطلع بيهم انا هيك بنكون رايحين مع بعض الاستيريا ما تنفخش في الراس تفكير الفيروس بتاعها معتمد على حاجه اسمها اكزو توكسين الاكزو توكسين هذا يا دكتور العزيز فصفا اي اللي هو الاكتف سايت وفصفا بي البايندينج سايت كويس اللي هو احنا شو نديروا بيه دكتور العزيز بايندينج فشكون اللي يرقب الدكتور العزيز البي وشكون الدكتور العزيز اللي اكتف بالعاده بالنسبه لنا اللي هو البوزيتيف سيز اي باي والبي شو وظيفته دكتور العزيز بايندينج طبعا اللي يرقب الدكتور العزيز بالاندوزوم هو البي واللي يدير بنتريشن دكتور يقول لي لا البنتريشن للهوست فوسفا ده الدكتور العزيز ده على البي لكن شكون اللي بيخش باش يخدم الاي الاي دكتور العزيز عباره عن اكسو توكسين جميل جدا شنو يدير لنا من فضلك لو سمحت الله يبارك فيك يدير حاجه اسمها الونجيشن للاي دي بي رايت بوز بالاضافه الدكتور العزيز نيوكليويد الحاجه هذه هتوقف مقدره الخلايا الجسمانيه بتاع الهوست ان هي تصنع بروتين فيقول لك انهبت انهبت بروتين سنتسس هو وين دكتور العزيز؟ انهبت هوست بروتين شنو هي؟ سنتسس قصدي رقيه جميله جدا مبسطه شيء حاجه والله كبيره بينما يدير العمله هذه دكتور العزيز معناها مرق فوق شنو بيدير في الايام حبيبي قول لي من فضلك لو سمحت دفتيريا دفتيريا عاد دفتيريا الفتيريا فارنجايتس وفي الفارنجايتس التوكسين هذا يا دكتور العزيز الاكزوتوكسين يكون جريس سودو ممبرين والجريس سودو ممبرين كان بي دي اتاتش بعد اسبوع نكحها ولو ما كحتهاش طاح يدخلني في اوبستراكشن في الاير واي قبل التطعيمه اسمها اسفكسيا او اير واي شنو اوبستراكشن وممكن يمشي للمعده يدير لنا جاسترو انترايتس ولو خش الدم بكتيريميا والبكتيريميا توكسيميا ويمشي يضرب الارض يدير لنا مايوكاردايتس واكيد التوكسين هذا نيوروتوكسيك دكتور العزيز مش هو نيوروتوكسيك لا هو كوز نيوروتوكسيسيتي فبالعاده لما نسالك شو بدي رنا بالديزيز دي واضحه دي فارنجايتس من 1900 بلوك هذه علاش طعم عليها يا دكتور والفارنجايتس لو طاحش مرات تدي رنا هي جاسترو شني انترايتس مرات تدي رنا اير واي شني يا دكتور هي اوبستراكشن اور سوفوكيشن ليدنج تو اسفيكسيا الاسفيكسيا احساس بالاختناق يا دكاتره ناتج من اير واي شني اوبستراكشن هذا لو هذا السودو ممبرين اللي تكون يا عمري يا ولدي انت وياه بكل بساطه وسلاسه شو صار لما بطلكم؟ دي 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 اتاتشمنت
العاده ممكن دخلنا بجاسترونترايتس، ممكن يمشي دكتور عزيز للايروي جبنا ايروي اوبستراكشن، وممكن دكتور عزيز يخش للبلط، ولو خش للبلط بكل بساطه وسلاسه بكتيريميا، تمشي تضرب لي زوز مكانات دكتور عزيز مشهورات اللي هم يا حبيبي يا عمري عندي بكل بساطه وسلاسه 1-2 اللي هو الارت ديرنماي وشني كاردايتس، رغم ان الكليه مش كاتبتها انا قلتها لكم على فكره. والثانيه شنو هي؟ نيورو توكسيستي، مش هو نيورو توكسن، مش كلهم اللي طلعوا نيورو توكسن امس، صوت لهم لا مطلعين من بعد الاسيد باراليسيس. والثانيه بيتا اسوسيشن ديرنماي سبازين، في واحد ثاني اسمه بيتانو شيني لايس بيتانو سبازين هيتشيني لا باي ايوه ايوه اي هيك تبي جوا مشان تمام هذا سكر وش عشا غريبه مش حدا بس لسه معايا كيف بتشخصها؟ بيحطها على الميديوم اول حاجه حطها خذها حطها على الميديوم ودير لها الجرام بتاعها نشوفوها كيف شكلها الشيب بتاعها يقول لي اول حاجه ندير جرام ستين جرام ستين تقول لي هذه جرام بوزيتيف شنو دكتور عزيز؟ بس اللايت جميل من غير ما هي جرام بوزيتيف بس اللايت الشيب بتاعها كلاب شيب واي ان شنو هي في خلاص كلام ما زالت تاريخيه دكتور عزيز بكل بساطه وسلاسه متايم ولا ما متايم؟ ما متايم قصدي والميتا كروماتيك رينوس حتى تستخدم للتشخيص حاجه والله جراندي قصدي حاجه والله جراندي يستخدمونها دكتور العزيز في التي سي بي اي دكتور العزيز اللي هو الدايون 16 بايل ان اسيد دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه ميديوم اجار ونستخدموها اسنان في اللفلف دكتور العزيز ميديوم لكن نوت يوز ناو ديز هذيك اللي قالتها لك الكليه وانا لفلف فود تو حطوا فيها اسنان في العمل يراو جي يوريك لفلف ميديوم يقول لك هذه بتاعت دفتري تو معش البارح قال لك واز يوز تمام ركز لي بس دقيقتين في بيفات من بيفات كيف ارجع برسل لبس برسل من جي قاعد اليوم من هذا عارف دفتري كيف تمنحها فاكسينيونا فاكسينيونا هي مش كل الفاكسينيونا اللي هي بتجي دفتيريا بتمتص ستترس ونقدر انا بعد ما نتحكم في السيمبتومز ونعطي يقول انا كفا شو نديره دكتور العزيز نعطي توكسويد بوستر دوس كبروفيلاكسز وقايه بكل بساطه وسلاسه فانت تقدر تعالجها بالبنسلنس وسيفارس كوريز اكيد بنسلنس افضل سمين جي باين هون مشت الامور عاجل باين كويس ضحك في الاير واي معناها بتخش بتدير دكتور العزيز بروكوسكوبي مش تحولها فوتها بعد ما عالجتها واعطيت بروفيلاكسس انتي بايوتيك ممكن نمنع حدوثها ثاني ليه مره ثانيه بتوكسويد بوستر شنو يا دكتور دوس السلام عليكم الفاكسينيشن ناخذه انت كنا عندنا كلكم واخذينها يعني كنا صغار اي حد دي بي تي دفتيريا بتصص تيتنس عارف مع تيتنس تعامس تمام سيكا توكل متى يا مولاتي ولا لها علاقة ولا لها علاقة تمام استنى نمشوا للرائعة الكلاس الجميلة دكتور العزيز اللي هي الستيريا مورسايتشنز الموست كومن هم 10 سبيشنز لكن هذه الموست كومن في الهيومن باي هنا يا راو الهيومن هو الاودي ريزرفاير لها دكتور الستيريا بالعادة ممكن تكون حتى سونيسس يعني مرات تلقاها حتى دكتور العزيز في الحليب بتاع الخراف والابقار والكلام هذا والاغنام والدول فارغ عادي فاللي ممكن تلقاها في الايوب سونيسس سونيسس دكتور العزيز الحيوانات شكون الستيريا من بتاع احنا بس دكتور العزيز هي دفتيريا بشوية بتعتبر نورمال فلورا كانكم ستار نيزوفارينكس وفلاي ايه شكون بتاع السكريبتور تعتبر نورمال فلورا ستريبتونس انت ستريبتون بارد هذه بالضبط تراجيك لاند اميونيتي عندك تنقص مش قلنا ما تضربش الا الدمج الضباب كثير صح اكيوت العيلة هذه هم زادوها هلبا العام هذا الحق كتروا عن عمي فاتوا عمي قبله افهمني افهمني ايه اول مرة يديروها اللي بتسمع توها في واحد قديم والباقي كلهم زادوه مجدد حبيبي يا عمري يا قلبي انت عندها بروتين مسؤول على الاتاتشمنت اسمه انترالين مسؤول على شنو يا دكتور العزيز؟ ادهيجن اند اتاتشمنت ما تنساش يباهي يا دكتور معلش من فضلك وعندها حاجه ثانيه مشهوره جدا دكتور العزيز اللي هي هيمونيتك اكتيفيتي لكن طبعا ويك هيمونيتك اكتيفيتي والهيمونيتك اكتيفيتي بتاعها دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه نتيجه لسببين بسيطين واحد منهم دكتور العزيز الاستريو لايسن او والثانية دكتور العزيز تعتبر ويك ولا سترونج بيتا هيموليتيك هي ويك بيتا هيموليتيك بقى امس شكون البيتا هيموليتيك في الكوليسترولية في الفرنجس اللي هي ونشي نفسها 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 وشكون الستات اللي بيتا هيموليتيك وشكون ستريبتو باي شو شو تاني؟ اجي لكتبتهم بالعالي امس بس ببدا انت لمت المباراة شوية بس
اما دولا طلع لي عون ما لما طلع خلاص ما دام عامل لا ما في ما مرات. فعندك شو هيمونيتك اكتيفيتي لما تصير لايسن ويك بيتا هيمونيتك ما ننساهاش ما زال عندها واحد تتحرك بيه اسمه انتراسيلولار دكتور العزيز اكتير لايك بروتين مسؤول على شنو دكتور العزيز موتيل العائله هي اسمها تمنع راهو كيف تمنع الفيروس ما تمنع اسكيب فالبوزوم لايزوزوم شنو اكتيفيتي تمنع تهرب منهم لما يجي لايزوزوم يوصل دكتور العزيز بالفاجوزوم اسكيب اللي تضبط زمان اقتحام الفاجوزوم والليزوزوم تي بي لكن هذه دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه عندها انترا سيلولار ركز لي شويه دكتور العزيز اكتن لايك بروتين اللي هو مسؤول دكتور العزيز برضه دكتور العزيز عن انترا سيلولار موتيليتي برافو لكم تمام من اهم الباثوجينيك دكتور العزيز الافكت الانترانين والاستيروشين لايس بقى دكاتره معلش لما هي بدها يمونيتك معناها بتعطينا في واحد من التستات تعطيونا بوزيتيف مين اللي سجل؟ اجلاكتيا 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 ايه من عندنا غادي قلنا لي دبل سورس اوف شنو هيموليسيس اوبا شوي شوي حجب والله جراند اسمعني بس مازال فيهم تكتيك هيك مش يكملوهم على بعض والحديث هذا تمام فهذا دكتور العزيز لما تكلمنا هنا دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه لو سمحت لما تكلمنا هنا عن الفايروس دكتور العزيز والباثوجينيز بتاعها بكل بساطه وسلاسه ولما غادي دكتور العزيز بكل تفاهه وبساطه درنا نفس السيناريو تكلمنا دكتور العزيز بتفاهه وبساطه الاشياء على الفايروس والباثوجينيز تي شو كثير الاستيريا دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه الاستيريا مش بتبدا بالسامينات وكومن في الناس اللي اميونو كومبرمايز لكن هذا كل عام السؤال يجي كل عام يحطوا فيه تضرب اكثر الناس اللي عندهم ديفكت في الهيمرال ولا السيلولار كمان السيلولار ما لهاش علاقه بل يعني تخدم على تي سيلز ولا بي سيلز تي سيلز وحشيتها الماكروفاج تمنع اصلا الفاجوسايتوسس وتمنع الانتيجين بريزنتيشن باهي ففي العهد دكتور العزيز الاستيريا العائله هذه اللي انت قاعد تشوف فيها شو تدير يا حبيبي انا رد عليك تطبق الماكروفاج وتخش فيهم وهم اللي ينقلوها زي التي بي باهي كويس في نفس الوقت الدكتور العزيز تمنع الفاجوزوم لايزوزوم مش فيوجن دكتور العزيز ما نقول احسن ان هي تدير لهم شنو يا دكتور اسكيب اسكيب الفاجوزوم لايزوزوم الانزيم اكتيفيتي تهرب منهم باهي باي كويس الليلة هذه دكتور العزيز ممكن تخش تضرب أكثر من أورجن تضرب أكثر من أورجن اسمه ليستر يوسس مور إن ترى تريمستر بتاع البريجننتي بريجننتي باي رايح البريجننتي يعني أنت باي كويس أو بريجننسي خاطر مين الكومبرمايز في العادة السيل ولا لا هيومر السيل حتجي هذه كنت حتحط فيها مشهورة تكتب لك هيومر من غير راعي قصدي واضحة بقى دكتور تريمستر في البريجننسي دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه حبيبي ولدي معلش خليهم بريجننسي انا هيك بقى كويس دكتور معلش من فضلك لو سمحت وفي النيونيتس لكن في النيونيتس دكتور العزيز في صور تابع ان شاء الله لا مو ايرلي وليت ايرلي وليت ايرلي وليت تو تو في السكن بتقارنهم مزوز انا فوتها مكنه في السكن هنا باهي مش قارنهم مزوز ايرلي وليت لما تكلموا عن تشيلدرن دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه فليت واضحه انت على قولتك انت يا دكتوره من 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 جايس وحاجه ثانيه اسمها من جيو طبعا هذه غريبه شويه انكيفالايتس هذا يرى بتاع الفيروسات الانكيفالايتس لما تديرها بكتيريا ما تفكرش في حاجه ثانيه غير الاستيريا من جيو شنو انكيفالايتس هذه ليت ولا ايرلي هي ليه معلش سامحوني يبقى بدل الكوم يمكن سبورتين مش حتى لما تم تم دكتور امال ايرلي من فضلك لو سمحت او ايرلي او سمي شو تبي تسميه نيوناتال مينجايتس ايرلي نيوناتال انفانتي سبتيكال اللي ممكن تدير مالتيبل ابسس اند جرانيولوم ما تنساهاش مالتيبل ابسس اند جرانيولوم وهذه تدير لنا كرونيك نون هيلينج شيني ألسر وهذه في السكن شو تدير لنا مالتيبل ابسس زايد جرانيولوم ليستيريوسس ليستيريا ناري ابيض فعندها حاجه انه ممكن تدخلنا في ست سيمة يسموه فيها دكتور العزيز نيونيتال نيونيتال بقى كويس دكتور العزيز انفنتي ست سيمة يعني وممكن تدخلنا دكتور العزيز في ا ا ا ا ا مالتيبل جيني ابسس
زايد مالتبل شنو يا دكتور العزيز؟ جراند نيوروما. هذه هي بتاع السكن بتاعها عاديه، لكن ليه تشد لنا ليه؟ هي مهمه هذه، ليه تشد لنا من جايز اند من انجري انكفالايتس. هذه هي كرونيك نون هيلينج السر. تحبوا تجيبوها كرونيك شنو؟ نون هيلينج السر. لو كان عندي كرونيك نون هيلينج السر فكر دايبتك، لو ما هوش دايبتك معناها هي دفتيريا. طبعا على خاطر بدون دعم معناها ماش قصه حزينه، باين كورني بكتيريا بدفتيريا. هذه تانية تمام. تمام، اشهر نوع في الدفتيريا هي مايكس هيومن ريزرفوار اونلي، لكن هذه الليله تو هذه هيومن اونلي، نكتب عليها فوق يعني هيومن اونلي، لكن الليله دي كاي دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه ممكن تكون هيومن وممكن تكون زونوتك بكل بساطه وسلاسه دكتور العزيز منورين صحته بارك الله فيكم. بعد دكاتره الدايجنوزس قطع رجل دروينج ميديا، اول حاجه بشوف الكامب تيست، واحد اثنين بيت هي اكتيفيتي، ثلاثه موتيليتي خير واضح هاي. وكان عنده وانا خايف من المنجايتس دير سيربرو سبانال فلويد بانكشر اللي هو لمبر بانكشر، تاخذ عينه تبعتها السلام عليكم غير طبعا هو، لكن بتقولها وخلاص. بقى يا دكتور من داني يعني قلنا نيونات المنجايتس من غير الاستيريا اجيلاكتيا ومن غير الاجيلاكتيا الكي 1 بتاع الشريشيا كولاي اوتر ممبرين هذا عرفت داير دانوش عرفت باش تبدا تعرف تربط بس تمام. هذا سيكا بقى يا دكتور هذا الشريشيا بتاع التارجن يا دكتور ترايمستر لا بورش الرير معاها حبيبي ولدي هي تصير اكثر في حالات الابورشن مش هي دي الابورشن رير الابورشن عندي بيبتوكوكاي يعني اسمها زي البرازيل هذا مدير اللي هو ابورشن خير وعندي ديكايا بتاع البرازيل مش اسمها بتريديس نهاركم ابيض هذيك اول مره يكتبها بتريديس بتاع البربيريا سبسس بتريديس سيكو تمام كيف بتعالجها؟ ام بيسلم خوي خوي الام بيسلم ما نستخدموش فيه حاليا الا حاجه واحده هي هي الاستيريا اللي هو واحد من بين السلمس اللي انا بتعارك شكون يعالج الاستيريا؟ ام بيسلم شكون يعالج الدفتيريا؟ بنزلتين بروكايت بين السلم نقدر نعطي كونترايموكسازور جو سلفا ميتوكسازور وتريميتوبريم نقدر نعطيهم لكن دكتور العزيز لو اعطيت البنسلين ما استجابش شنو هي؟ حديث انا تمام حديث انا تمام نديروا له الميجو تو شنو هي الميجو؟ نبدا الحين مع بعضنا قبل ما تفتح بكتيريا ثاني تعال حبيبي ولدي وامشي بكتيريا لا تنتير بكتيريا فوت What is false about دكتور العزيز بكل بساطه؟ رجال برافو نساء خوات قصدي شنو قصدي برافو يعني حسب انت يا هوية تمام ما يقدروا لي واحد هيك قصدي طول على بعض عن نفسي تمام هذا مهمة هذه كاتاليس بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف شكون تعني اختنا كاتاليس معيط هذه شكون تعني كاتاليس بوزيتيف دكتور العزيز ستاف اورس ستاف ابيدرمتس ستاف سابريفاتس كل ستاف كاتاليس شنو بوزيتيف فخلنا نكتبوها هنا هيك بخط كبير للنادي احنا فوتناها باش نبدا احنا رائعين وراقيين جدا جدا مع بعضنا بخصوص كاتاليس شنو يا راقي انت وياه بوزيتيف امور واضحه ما فيها شيء دكتور بك معلش فيها بروتين جرانيولز يس الهيومن باتوجن الوحيد النوع منها اللي هي الكوليستيريا سامح لي كورني بكتيريا دفتيريا واشهر نوع شهور مايكس باي انت وفار عشان نوع التوكسن بتاعها انت تقول جرام بوست انت عزان انت ولا اكس اكس اي ان بي البي دير بايندينج للاندوزوم والاي هو التوكسن الاي شنو يدير؟ الونجيشن للاي دي بي رايبوز فيوقف الهوست بروتين شنو سنس مش كاتبينها الاي دي بي رايبوز في الشيب بتاعك في اليوم بتاع العمل هذاك الشيب هذه ما ماشي بتاع العمل فاهم تمام خزي افهم انت قلت له بدك تعمل هذه مش قريتها وعادي مش ضروري انك تقراها لكن مرات تجيك بالامتحان تمام هذا منهج العام يفهم سيكو هذا لو فتحت شيء دكتور خالد في نفس الموضوع حتلقاها موجود وصلت علي تمام اي خزي ما تكلمتش منها هو في الاخير بكره وصلت لك ليها ان هي تضبط البروتين شنو يا دكتور هي سنس وصلت لك للي هم قالوا لك لكن جاتك بالطريقه الستبس تمام شو تدير لنا الدفتيريا فارنجايتس لو طاح اير واي اوبستراكشن لو تشيل السيركوليشن بكتيريا ويضرب الهارت شو يدير لنا؟ لو تضرب نيورو توكسيستي هو ماهوش نيورو توكسن لكن يدير نيورو توكسيستي غاز هنا واضح هيك ستريت ما نلفش وندور حلوين رائعين ما شاء الله عليكم دكتور العزيز وصحته للمليون بقى لو مشينا للتست الستومك شو درنا جاسترو انترايتس ما دام قال لها جاسترو انترايتس اسيد ستيبل ولا باي دارها هو دارها ما انا خش المعده ومشينا للتست ما انا المعده ما عنديش حطمه اسيد ستيبل ولا باي مرات يسالك هل التوكسين هذا يعتبر بولي ساكارايد ولا بولي بيبتايد؟ حتى هو بولي بيبتايد. ها؟ بولي ساكارايد. بولي بيبتايد.
تاع الدفتيريا الاي والبي شنو كانت معناتها كليه تقرا بولي بيبتايد شكون ثاني بولي بيبتايد؟ امس ديك اللي هو شكون؟ انتراكس ايه لا نبي والله نبي نبيها منيح من الاخر نبي نسكروا لك الموضوع ما تقوليش انا قلت كلها تبدا امورك واضحه باهي 10 على 10 شنو اللي تنمو عليه الاجار دكتور العزيز معليش سي تي بي 8 وشنو ثاني لافلر زمان باهي دكتور العزيز تنس دير اجار هذه اول مره يحطوها في الكليه تنزل الاجار دكتور العزيز اللي هي نيو جروث ميديوم فور دكتور العزيز بيفتيريا زمان كان يستخدمه في اللفلر توا تنزل الاجار دكتور وجايه هيك فوق على اليمين ما تبلكش لما تقرا تقرا سي تي بي اي وتقرا اللفلر وتفوت اللي في النص وهي شكلها مهمه باهي برا دكتور شو تدير لنا معلش في السكن توا قلتها انا علقت عليها في مقارنه نان هيلينج كرونيك نان هيلينج ابسس فمرة شكون تدير لنا مالتيبل ابسس اند مالتيبل جرانيولوما تمام فضلت حاجه مهمه اللي ما عرفتش عليها هاي سبحان الذي يقصى ولا ينسى اليكوي تشيك مو معنى اليكوي تشيك ان فيترو معناها برا الجسم معناها انت تكلمي على الك تيست دكتورتي العزيزه بتاع المعمل اللي هو يشرح وجود الانتيجن انتي بادي رياكشن في البريسيبيتيشن على السلايد بتاعنا باهي يعني ندور في التوكسايد دكتور العزيز او التوكسوجينيك توكسين اي وبي توكسين موجودات ولا لا ففي العاده ناخذ دكتور العزيز الدفتيريا بكل بساطه وسلاسه ونحطوها على السلايد ونشوفوا هل في انتيجين انتي بادي رياكشن يصير ولا لا كويس باهي دكتور هذا اسمه الك ولا تشيك تيست؟ الك تشيك تيست دكتور العزيز انفايرمنت في وسط جسمك تحقن سب كوتينوس دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه الدفتيرويد توكسين دفتيريا توكسين وتشوف لو المريض طلعت له الريتيما معناها جسمك صنع له انتي بوديز معناها يعتبر اميون ولا نون اميون؟ نون اميون لان صار رياكشن صارت الريتيما ففي العاده من 1 ل 3 سنتيمتر ريدنس في السكن هذا يشرح دكتور العزيز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف لان معناها ما عندكش اميون هو بيدور الاميونيتي عندك اميونيتي ولا لا لما طلعت الريتيما حمراء معناها نو اميونيتي الك نانو ميون بنقول حاجه حتى الناس من اول ما اعطيت ما يكون راح يعني لكن هو لما تطلع الريتيما معناها نان اميون لان جسمك دار له رياكشن اي بس نستفت رياكشن الريتيما دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه فالمريض شنو يكون اميون ما ننسوهاش ففيفو ولا الفايترو هذا؟ فيفو تشيك ولا تشيك ولا الك؟ تشيك باي اسالك على البوست دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه نون اميون معناها دكتور العزيز شو طلع لها الريتينا والنيجاتيف معناها اميون معناها ما طلعتلاش شنو دكتور العزيز؟ الريتينا معناها صنعنا انتيجن انتي بادي ريأكشن انا قلتها في النون اميون ولا في الاميون؟ في النون اميون في الاميون امورها كويسه اوريدي ريدي حتحطم على طول باي كويس دكتور معلش كيف بتعالجها قلناها هنا خلاص ماش بتعطل بها بنسلن ومش بنسلن؟ بنسلن امور 10 على 10 بعد دكتور العزيز نمشي للستيريا قديش عندك سبيشيز في الستيريا؟ 10 باي دكتور وان از فولس اباوت ليستيريا وي هاف 10 سبيشيز اتس كوكو باسيلاي ات كان بي ارانجد سنجل تشين اند دبل يس دكتور العزيز متايل ولا متايل متايل هتروح تمبرتشر انا درجه بس 25 تتحرك احسن من 37 كان تيست بوزيتيف عندها هيمولتيك اكتيفيتي دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه فهي ممتاز جدا جيجا عندها الاستريولايس من دكتور العزيز عندها ويك فيتا هيمولتيك اكتيفيتي عندها انتيرالين اللي هو شو وظيفته؟ الريجن عندها تاشن بقى مال الانترسيلر اكيد لايك بروتين شو وظيفته انترسيلر شنو موتيليتي شنو نوع الحركه بتاعها؟ تم بقى اذا كاتر في حاجه ما نعلقش عليها انها عندها تو فوسفولايبيز سي انزيم تو فوسفولايبيز سي انزيم حتى هذه اول مره تزيدها الكليه مع هذا وهذا اول مره تزيد الكليه مساء تقول لك انه وي هاف تو فوسفولايبيز سي انزيم شو وظيفته فوسفولايبيز سي دكاتره؟ يطلع لك اي بي 3 وكالسيوم والكالسيوم شنو يساعد في الموتيليتي؟ لا هنا يساعد في الموتيليتي بتاعها حركتها هي خلال الخلايا دكتور العزيز وهروبها من الاندوزوم والايزوزوم دكتور العزيز فيوجن بكل بساطه وسلاسه فما ننساش المهم هذه ما علقتش عليها يعني قديش عندها فوسفولايبيز سي كيو واضحه كتبتها بتجيبها في الامتحان تعمل اضافه فصل ونواصل ما فيش منهج كليه بتاع العام اللي فات تمام تعال دكتور معلش من فضلك لو سمحت الله يبارك فيك ويسرك بكثر من امثالك حبيبي ودي معلش من فضلك لو سمحت نمشوا خطوه كوكو بس اللاي ولا مش كوكو بس اللاي كوكو بس اللاي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف دكتور في العاده ات كود بي ايروبيك اند كود بي فاكيوريتيف شيني انا ايروبيك طبعا في العاده هم يحبوا الفاكيوريتيف اللي انا ايروبيك متايل ولا نون متايل هي متايل في نقطه هنا مهمه جدا البيست تمبريتشر فور جروث
25 هي مش تم على بعضها دكتور العزيز. بقى حبيبي ولدي عندها واحد مسؤول على الاتاشمنت انتيرالين، والثاني دكتور العزيز بكل بساطه وسلاسه مسؤول على الهيموليسيس للسيرولايس، ويك ولا سترونج بيتا هيموليت ويك. هذه اللي انا كتبتها دكتور العزيز 2 فوسفو لايبيس سي اللي تو علقت عليه، ومن الاخير حيشوف في الامتحان معروفه شكون المسؤول على الهيموليسيس دكتور العزيز 2 فوسفو لايبيس سي زائد شكون دكتور العزيز للسيرولايسيس. ما انا شكون دكتور العزيز المسؤول على الموتيليتي انتراسيلولر انتراسيلولر اكتين لايتشيني بروتين 10 على 10 دكاتره ما شاء الله. دكتور الافضل ان يعني المور ريسك لها انها تصير في الصغار والكبار قلبة والحوامل على خاطر في الحمل في الثالث تريمستر اما من التومس حتى في الاقدر السلمة دي يا دكتور بعد سنين بكل بساطه لان المليون يطلع هنا الاي جي بي فيطلع عندها هيومرال لكن ما عندهاش سيلر والريسك لها ما هو سيلر علاش في ثالث حمل او ثالث شهر او ثالث تريمستر بريجنسي لان السيلر اميونيتي في ثالث شهر شو اسمه تومس بالفعل اول يوم اول ما تجيب لمرتك تلقى الوايت بلاد سيلز دكتور عزيز 21000 بعدين تنقص في ثاني يوم ثالث يوم بس يرجع كل شيء طبيعي حتى لو كانت ولاده طبيعيه قيصريه او ولاده طبيعيه مش قيصريه تمام لان السر الميديا ميديال ديمينيتي دكتور عزيز ولا الهيومر تنقص سر في النيونيتس والالدر مش كنت يعني بريجنس هيك المفروض تسكرت الامور بتاع الجوية هذه 10 على 10 و9 ساعات دكتور نيونات شو دير لنا في الايرلي ستيج؟ هيا نيونيتال انفانتي سيبتيك اللي هو دير لنا جرانيلوما بطل وشن يا دكتور اسك لكن ليه 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 شو دير لنا؟ هي لازم شيء ثاني في الثانويه شنو هو؟ مننجايتس مننجو انكيفالايتس في الكبار ممكن دير جاسترونترايتس فود بورن مو فوتها دكتور العزيز في البريجنسي تصير اكثر حاجه فهمت تريمستر اكثر حاجه تقتل لما هي طبعا انت تو بيجي نجي ربيك لا لا نحكي هنا انت بالله يعني اللي بيك تقول اصلا مش تقول غلط اعلى مورتيليتي ريت هي لما صغير هو دكتور العزيز فالهايست مورتيليتي ريت مع شكون دكتور العزيز في الاطفال الصغيرين مين؟ يونيتال انفنتي سبتسيميا سبتسيميا يا راجل مالتيبلاين بكتيريا بالبلد خيركم هاي مورتيليتي جيني ريت مش ما تقولش فوت لي حاجه هيك تسكرت ومن الاخير شباب هيا راهم ما عمره حطوها في شنطه الكليه لا هذه لا هذه هذه المفاعل لكن قصدي هذه ما اسس مسؤوليات على المنس انت رادين انت رسول اكت لايك بروتين مسؤول على انت رسول مورتيليتي ما لازم نشوف والزوز كاتاليز بوزيتيف ولا كاتاليز نيجاتيف؟ ما شاء الله عليكم لا قوة الا بالله، كيف اللي هنجاوب هنا؟ امبسلم زي ولا باكتريم اللي هو صلبة ميتوكسس او زي تريميتوبريم. شنو هو الاستريوسس؟ مالتيبل اورجان ديستيريا دكتور العزيز انفكتد اريا او ليدنج تو مالتيبل اورجان ديسفانكشن اللي هو مالتي اورجان فيلير لكن هذه بعد ما تخش في سبتك شوك. معي سبتك شوك هنا فاينل تؤدي الى مالتيبل اورجان فيلير. انا هون السبتسيميا دكتور عزيز البكتيريا ما تديروش الانجري تدير كابيلاري لما بدات ينقص الفينوس ريتير للانترستيشال فيوز بيزيد فينقص الكاردياك اه فنخش في مالتي اورجان فيلر اللي هو تعريف اكثر من تو اورجان فيلر والغريب فيها بتمشي حتى صغير ما يقدرش يدير لها شيء لان موجوده في وسط الفاجوسايتس وسط المونوسايتس ما يدير لها شيء حتى اول ما تخش ما تعملش والله ما تقدر تمسيه